بين الوزارة المنصبة المكلفة بالشؤون العامة وقطاعات حكومية أخرى بخصوص منظومة متكاملة لمواجهة التحديات المرتبطة بأسعار المحروقات على المستوى العالمي وانعكاسات ذلك على مستوى السوق الداخلية، لأن الهم المرتبط بحماية وصيانة القدرة الشرائية هذا هم مركزي عند الحكومة، وهذا الأمر برز في تخصيص موارد مالية معتبرة لصندوق المقاصة فيما يتعلق بدعم الأسعار ديال البوطة والسكر والدقيق، وهذا واحد الإجراء اللي هو هام. وانا هنا يمكن نشيره هذا الاسبوع الاجراءات الاجتماعيه التي اعلن عنها، سواء تعلق الامر بالتجديد ديال الحظيره ديال سياره الاجره من الصنف الاول والتي مددت الاجل ديالها، وكان هذا واحد المطلب وصدر القرار في الجريده الرسميه، ما يتعلق بالاجراء ديال تنزيل المقتضيات التشريعيه المتعلقه بالتضامن ضد الوقائع الكارثيه واللي ايضا تم الاعتماد ديالو، وغير ذلك من الاجراءات المتتالية. مجلس الحكومة السابق اعتمد إجراء جد هام ديال الزيادة في التعويضات المرتبطة بإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، واللي هو إجراء سيطبق بأثر رجعي من سنة 2013 إلى الآن، وآخر زيادة كانت طبقت بأثر رجعي من 2008 وصدرت في 2010، بمعنى من 2012 إلى الآن تقريبا أزيد أو حوالي 60 ألف مستفيد بغلاف مالية فوق 800 مليار و200 مليون سنتيم، وهذا واحد الإجراء اجتماعي طال انتظاره والحمد لله تم الوفاء به، فهنالك عمق وبعد اجتماعي، وأنا أعطيتها ثلاثة الإجراءات اللي في هذه الأيام الأخيرة أعلن عنها. نفس الأمر فيما يتعلق بالقضية ديال المحروقات، السيد رئيس الحكومة كما قلت يشتغل مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل منظومة متكاملة تتعلق بحل الإشكاليات المرتبطة ب تتبع الأسعار وإرساء نظام يتعلق بها، ولهذا التفكير في القضية المرتبطة بالسقف مطروح، ونفس الأمر ما يتعلق بالتنافسية، ونفس الأمر ما يتعلق ب تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بذلك. ولهذا أولا كان هنالك رأي لمجلس المنافسة، هي مؤسسة سورية، وبالنسبة إلينا الرأي طرح بأن الموضوع ديال أسعار المحروقات عليه أن يعالج في إطار منظومة متكاملة وليس فقط تسقف بغض النظر عن موقفه من هذه النقطة، ولهذا الحكومة تعاملت بجدية ومسؤولية مع الرأي ديال مجلس المنافسة، وبالتالي اتجهت لمنظومة متكاملة. ونأمل أنا قلت الإجراءات منظومة متكاملة من ضمنها التسقيف الذي مازال مطروح، ولكن القرار النهائي حول هذا الموضوع مازال يناقش على مستوى رئاسة الحكومة.